Example, in the opposite figure, find the algebraic measure of the moment of the formed couple. الشكل اللي معايا ده تمام؟ الكابل 70 و 70، اللينس ما بين ال 70 و 70 100، بس خلي بالك هنا ما عنديش perpendicular distance، فلازم اعمل extension عشان اجيب ال perpendicular distance. تمام، طيب بص بقى، خليك معايا هنا. اوكي، عملت ايه؟ عملت extension هنا عشان اجيب ال perpendicular distance between ال 70 والايه؟ وال70. تمام، فكده البربنديكولار ديستانس اللي هو مين؟ اللي هو الاي سي. فلما حضرتك اجيب المومنت اوف كابل تمام هتبقى 70 سواء كانت كلوك وايز او انتي كلوك وايز، وفي الحاله دي عندي هنا في روتيشن، الروتيشن ده كده كام؟ كلوك وايز، يبقى بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 70 تايمز الاي سي. وهنروح بقى نجيب الاي سي اللي هو اللينس اوف بيربنديكولار، هنجيبه ازاي؟ اللي هو الهايبوتنس ساين الانجل، اللي هو الهايبوتنس ساين الانجل عندي كام؟ 45. تمام، يبقى 2 فورس 70 و 70 form a couple because they are equal in magnitude, opposite in direction, not on the same line of action. تمام، the algebraic measure of the moment of the formed couple is m, where الm المومنت بقى بتاع الكابل نيجاتيف 70، والنيجاتيف دي ليه؟ عشان هو هنا زي ما قلنا هنا الروتيشن بتاعه كلوك وايز، فالروتيشن لما يبقى كلوك وايز تمام يبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 70 تايمز الاي سي اللي هو اللينس اوف بيربنديكولار. خلي بالك في الشكل اصلا اللي هو مديهولك مفيش لينس اوف بيربنديكولار، لكن هو عمل اكستنشن كده على الشكل عشان يجيب ايه؟ لينس اوف بيربنديكولار. طيب بقى في التراينجل الاي سي زي ما قلنا هنجيبه اللي هو اللينس اوف بيربنديكولار، اي بي اللي هو الهايبوتنس ساين 45، يبقى الاي سي ايكوال اي بي ساين 45، والاي بي ايكوال كام؟ 100، يبقى 100 تايمز ساين 45 1 اوفر روت 2، يبقى الاي سي 50 روت 2. يبقى انا كده جبت اللينس اوف بيربنديكولار اللي انا اوريدي خدته اكستنشن. تمام، هقول بقى خلاص يبقى الفورس في ال او الفورس في البيربنديكولار ديستانس، والبيربنديكولار ديستانس طالما جبته انت 50 روت 2. اوكي خلاص، يبقى نيجاتيف 70 تايمز ال 50 روت 2 ايكوال نيجاتيف 3500 روت 2. يبقى ده الايه؟ ده المومنت بتاع الكابل اللي معايا. يبقى الفكره بتاعتي اصلا ان انا لو ما معيش البيربنديكولار ديستانس تمام هروح اجيب او اعمل اكستنشن تمام عشان اجيب الايه؟ اللينس اوف بيربنديكولار ال. تمام، فما رحت جبت اللي عملت الاكستنشن يعني وجبت ال اللي هو اللينس اوف بيربنديكولار، اداني الايه؟ الهايبوتنس ساين الانجل معايا كده. يبقى الهايبوتنس ساين الانجل ده مين؟ ده اللينس اوف بيربنديكولار، فضربته عملته تايمز الفورس اللي معايا اللي هي 70 بالنيجاتيف عشان هو كلوك وايز، اداني نيجاتيف 3500 روت 2.